حياكم الله اليوم معانا طبعا في حلقة جدا مميزة من حلقات ريادة بايت مع أشهر الفنادق اللي موجودة حول العالم. واليوم نتعرف على فندق جدا مميز اللي هو فندق الموفنبيك اللي راح يقدم لنا خدمات ومعلومات جدا قيمة. فحياكم معانا نكتشف عن خدمة الضيافة والأطعمة والأغذية. فحياكم معانا. مرحبا، عليكم السلام. كيف الصحة؟ أهلا وسهلا فيك بفندق موفنبيك ويست باي. الله يخليك. الله يعطيك. محمود، أنا مدير المبيعات والتسويق بالفندق. الله يعطيك العافية محمود. كيف الصحة؟ الله يخليك. ينعاد عليك إن شاء الله. شرفتنا والله. الله يخليك، يعطيك العافية. الله يطول لي عمرك، يعطيك العافية إن شاء الله. طبعا احنا اليوم جدا متشوقين، نبي نكتشف طبعا الفندق وأكيد الخيمة الرمضانية اللي أنتم مجهزينها والأكل، وطبعا اكيد المعلومات القيمه اللي رواد الاعمال متشوقين يسمعونها. فوين ودك نبتدي؟ حنطلعك على مطعم الفورك نايف، هو المطعم الرئيسي تبع الفندق، واكيد وفي حيكون اكيد حيعجبك ومتنوع بجميع الانواع. ممتاز، يلا خلينا نبتدي. I'm going to introduce you to Chef Saju. Chef Saju, how are you? Thank you very much. Nice to meet you. Pleasure. How are you? I'm very good. You doing all right? So, welcome to the Fork Knife Restaurant. I will show you the Ritar buffet menu. Perfect. The dishes that we prepared. Definitely. Definitely. Okay. Saju will take over from here. If you need anything, please just... شكرا محمود. يعطيك العافية. شكرا جزيلا. نشوفك على خير إن شاء الله. It's a lamb and chicken. There's chicken, there's beef and the lamb chop. Okay, lamb chop, chicken and beef. على قلبك يا حبيبي. The next term of food and beverage manager is Mr. Rami will be taking. Okay, Mr. Rami. It's a pleasure to meet you. حبيبي يعطيك العافية. الله يخليك. الله يخليك. شكرا جزيلا. Nice to meet you. I need to do some work in the kitchen actually. Definitely. Thank you very much, chef. Thank you very much. It's a pleasure. Thank you. Thank you. I will enjoy your food. For sure. For sure. Yeah, definitely. Thank you, chef. اوكي. الله يخليك مستر رامي، اخباركم؟ طبعا انتم ما شاء الله مسحومين في رمضان. الحمد لله، الحمد لله على الله يعطيكم العافيه ان شاء الله. عليكم وعلى الجميع. على الجميع ان شاء الله، الله يعطيك العافيه. استاذ رامي، كيف انت تشوفون الاندستري مال الفود والبيفرج في قطر؟ الحمد لله رب العالمين، يعني الطعام والشراب بقدر والخاصة المهني على طول على تقدم على تواصل، يعني كل المطاعم يعطيهم عافية والأوتيلات على طول بحب التنوع والإنماء لهذا المطاعم، وكله بتلاقي على طول في كونسبت جديد موجود بقطر، بتلاقي عم تفتح هون أو هون، فيعطيهم عافية كلهم. وأكيد احنا بنشوف بعد إن شاء الله
السنين المقبل راح يكون في اشياء كثير حلوه وجديده بالنسبه لدوله قطر ان شاء الله. زين، شنو اهميه خدمه العملاء بالنسبه لكم؟ نحن هي من اهم شيء بالنسبه للاوتيلات والمطاعم، لانه العميل هو اللي بيجي لعندك، نحن بنتمنى يجي كل يوم وكل يوم، فنحن شو فينا نقدم له السيرفيس والاكل والاطعمه بجوده عاليه حتى نضلنا مصبرين على هال النوع من الزبائن تكون عنا وتنضم على طول كل يوم لعنا ويكون موجود. طبعا مش بس عنا، بكل الاوتيلات بالدوحه ان شاء الله على الهاي كواليتي وعلى احسن ان شاء الله. اخ رامي، شكرا جزيلا على وقتك وعلى صراحه ضيافتكم، وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا، الله يخليك. أنا بدي أعطي نصيحة لرواد الأعمال بالمطاعم، أهم شيء يركزوا على التوظيف، الشيف يكون عنده خبرة كتير عالية ويكون عنده خبرة التوظيف الموظفين تحت منه، يعرفوا يساعدوه بالمطبخ، والسيرفيس يقدمون حتى يكون عندهم خبرة قوية بالسيرفيس، يكون عنده مدير مطعم كتير شاطر ويكون عنده الموظفين تحت منه ياخدوا الجود ترينينج ويعملوا سيرفيس بالهاي كواليتي للجست. اكيد في لرواد الاعمال مشان ينجحوا في بعض النصايح اللي بنحب نعطيها، اهم انه الكونسبت يكون كتير مبدع، اهم شيء بالابداع انه هي فكره او عده افكار يجمعوها بفكره جديده مشان يطلعوا، مشان يشدوا الكلاينت يجي لعندهم. تاني شغله قبل لما يعمل الكونسبت لازم كتير المهم يكون يركز على مين الاشخاص اللي حابب يستهدفها، لانه هي اللي بتركز له بيصير يعرف يقدر يتطور وياخذ آراءهم ويعرف شو الكلاينت تبعه شو اللي بيركز عليها مشان يقدر ينجح فيها. كمان بنحب نقول انه لازم يكون الانسان بهذا المجال كثير كريم وكثير يعطي من قلبه، لانه هذه الشغله بتبين دائما بالاكل وبتبين بالسيرفيس وبتبين بكل شيء. الأجواء بصراحة رمضانية رائعة جدا، المكان رائع في موفن بيك، مبسوطين جدا، تحس جو أسري، تحس بالحنين لبلدك الأصلية، مفيش أي نوع، تحس إن أنت تحس أجواء رمضانية شرقية، بصراحة الجو رائع جدا هنا، الأكل هنا بصراحة ممتاز جدا، الشيفس كلهم تسلم إيديهم، أكل رائع، كل أنواع الأكل ممتازة، طعمها شهي جدا، مصطنة جدا بصراحة. بالنسبة الخدمة هنا خدمة رائعة جدا، الشباب ما شاء الله يعني سيرفيس جميلة موجودة طول الوقت معانا، في أي حاجة بنحتاجها موجودين جنبنا. موفن بيك صراحة خدمته سيرفيس بتاعته عالية جدا، بنتمنى يعني الناس كمان تيجي وتشوف الكلام ده بنفسها هنا، المكان فعلا ممتع جدا والخدمة فوق الرائعة، فرمضان كريم عليكم. طبعا اليوم انتهينا من حلقة موفن بيك، وطبعا أكلنا في المطعم المميز، التقينا مجموعة من الناس المختصين في الأغذية والأطعمة، تعلمنا منهم حاجات كثيرة. أكثر شيء جذبني في الحلقة هذه أن الديزاين وديزاين المكان ووحي المكان يعطيك نوع من الانطباع بالراحة والاستقرار والسكينة، يخليك تاكل وتستمتع. مستعملين الألوان اللي هي جذابة والإضاءة الخافتة. أتمنى أن الحلقة هذه فادتكم، ممكن تستفيدون منها من ناحية المعلومات اللي موجودة فيها. إن شاء الله أشوفكم في الحلقة الجاية مع معلومة جديدة وأطباق جديدة.